الأطنان اللي وصلت لدولة لبنان من خلال المدينة، والدولة تصل إلى أكثر من 360 طن. هذه تقريبا معظمها كانت عن طريق الطائرات، ولكن الأطنان المتوفرة حاليا للتحريك تعد أكثر من 3000 طن حاليا موجودين للاستجابة لهذه الحالة من مختلف المواد الأساسية اللي يتم الحاجة لها في بداية فترة الأزمات. المساعدات هذه اللي راح توصل خلال الفترة القادمة منها جميع المواد الأساسية اللي يحتاجها الشعب اللبناني في هذه الفترة، وبالأخص المواد الطبية والأغذية والمواد الأساسية للأطفال والنساء لتخفيف هول المصاب اللي حاصل في هذه المنطقة. من خلال دبي الإنسانية طبعا اللي هو تعد المدينة أكبر مركز لوجستي استراتيجي للمنظمات الدولية من خلال استجابة لحالات الطوارئ حول العالم. المخزون الاستراتيجي الموجود حاليا يعد الأكبر على المستوى الدولي. المواد المتاحة اليوم للاستجابة لهذه الحالة والحالات المختلفة في المنطقة تعد من الأساسيات تواجد هذه المدينة في هذا اليوم وتأسيسها منذ 20 21 سنة تقريبا.